في معارك الموصل والرقة في العراق وسوريا استخدم تنظيم داعش أسلحة متطورة وصواريخ حديثة مضادة للدروع من صناعة غربية، أسلحة استحوذ عليها في غفلة من دول أو بتواطئ مع أجهزة دولية. القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي دعا في ظل هذه الأجواء إلى وضع حد لتسليح الإرهاب. يؤكد القرار على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح للإرهابيين في مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت. لم تكد تمضي دقيقة واحدة على اعتماد القرار حتى فسرته كل جهة كما تشتهي، وخصوصا الولايات المتحدة، إذ أكدت على لسان مندوبتها أنه موجه لمحاسبة إيران على دعم تنظيمات مثل حزب الله في لبنان. One country stands out for its deliberate, systematic contributions of weapons, training and funding for terrorist groups. One country uses its support for terrorist proxies to conduct its foreign policy and to compensate for its own weakness. That country is Iran. خلال المفاوضات التي سبقت اعتماد القرار، سعت روسيا لتضمينه فقرات لمنع تجارة السلاح مع مناطق تحت سيطرة داعش والنصرة، فوجهت بمعارضة غربية. وقال مندوبها في أول ظهور له في المجلس إن شركات السلاح تعمل ضمن ما تسمح الدول والأجهزة السرية به. Sometimes the organization of weapons deliveries to terrorists is being dealt with by some interested parties in a number of countries including their secret services. If need be, we will be ready to share this specific data. We also think that this order of things is unacceptable and we will continue to take measures to improve the situation through joint efforts with the international community. لكن اقتراح روسيا بالتعاون لمنع تهريب السلاح إلى داعش والنصرة في الشرق الأوسط عبر الحدود قوبل برفض تام من الدول الغربية. بالرغم من التوافق الدولي على ضرورة محاربة الإرهاب وصدور العديد من القرارات الدولية المتعلقة بذلك، إلا أن التباين لا يزال قائما في مجلس الأمن الدولي، إذ أن الدول الغربية لا تزال تتعامل مع هذا الموضوع بناء على مصالحها الذاتية. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.